يستعد الإسرائيليون للمشاركة يوم غد في واحدة من أكثر الانتخابات شراسة سيسعى فيها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للحفاظ على منصبه. ويخوض حزب الليكود اليميني سباقا انتخابيا ينافسه فيه حزب كحول لبنان، وهو حزب يميني وسطي اكتسب شعبية في استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، لكن الأحزاب الصغيرة الأخرى قد تحظى بنفوذ واسع ومؤثر عند تشكيل حكومة ائتلافية. ساعات معدودة تفصل عن بدء الانتخابات الإسرائيلية بخريطة معقدة من التحالفات واختلاف في الأولويات. جميعهم يقولون إنه لا يوجد مشاكل وإنهم سيحلون جميع المشاكل. سمعت كل من جانس وأشكينازي ويعلون، لكني لم أفهم عليهم حتى الخطوات الأمنية على أرض الواقع التي نقوم بها يرفضونها. 41 قائمة انتخابية عن أحزاب مختلفة تنافس على 120 مقعدا في الكنيست 21 بين اليمين واليسار والوسط والأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب العربية. مشهد انتخابي محتدم يتربع عليه رفض الليكود وكحول لبنان بتشكيل حكومة موحدة، ما يجعل بناء الائتلاف الحاكم مسألة حاسمة في تشكيل الحكومة المستقبلية التي على ما يبدو ستستغرق أشهرا ستستغلها الأحزاب الصغيرة في ابتزاز الكفة الرابحة وتحصيل نفوذ أكبر في الحكومة القادمة. سيكون الأحزاب الصغيرة اليهودية ثقل في أي حكومة كانت ستكون، ولذا يعني أي طرف من الطرفين لا يستطيع لوحده تشكيل حكومة، وسيكون بحاجة للأحزاب الصغيرة، والأحزاب الصغيرة ستفرض شروطها كاملة على أي حكومة ستقوم. ولكن في كلا الطرفين الذي لن تقوم حكومة بدون الأطراف اليمينية. استطلاعات الرأي الأخيرة تقدر خروج أكثر من 6 ملايين إسرائيلي لمراكز الاقتراع، مصطحبين معهم صورة مبهمة لمن قد يفوز في المعركة الانتخابية، معركة حامية الوطيس بين حزب الليكود ومركباته المتطرفة وحزب كحول لبنان وجنرالاته الثلاثة. لا فرق بين حزب وآخر يقول الشارع الفلسطيني، فكلهم سواسية. وحال خروج نتنياهو منتصرا من هذه المعركة سيتجاوز أكثر الرؤساء مدة في المنصب، ليطرح المراقبون عهدة أكثر قمعا وتشددا تجاه الفلسطينيين في ظل تناغم لم تشهد إسرائيل له شبيها مع الإدارة الأمريكية. فهم شتاوى العربي، حيفا، داخل الخط الأخضر. الآن نشاهد قائمة بأبرز أسماء المترشحين للانتخابات يوم غد. الآن من الناصرة ينضم إلي أحمد دروشة الصحفي. مرحبا بك أخ أحمد. أود فعليا أسألك عن المشاركة العربية في هذه الانتخابات. بداية، ما هو الوزن الانتخابي الحقيقي للفلسطينيين في هذه الانتخابات، ولماذا يسود الميول في أوساطهم نحو عدم المشاركة في هذه الانتخابات؟ نسبة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر الذين يقترعون في الانتخابات الإسرائيلية هو تقريبا 16%. يسود جو عام من عدم الانشغال. هناك شعور، وهو شعور محق بطبيعة الحال، أن النواب العرب في الكنيست لا يستطيعون التأثير. هم في نهاية المطاف معارضة داخل المعارضة الإسرائيلية. هم ليسوا جزءا من الائتلاف الحاكم، ليسوا جزءا حتى من المعارضة التقليدية، لا يقومون بصفقات معينة هنا أو هنا.
هناك مقابل منح خدمات وامتيازات لرئيس الحكومة الإسرائيلية أو لأي من أحزاب الائتلاف الحاكم. هنالك أجواء من ربما من عدم التصحيح من عدم التسييس الصحيح التي تسود الحالة السياسية داخل الخط الأخضر، لأن بطبيعة الحال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر هم ينشطون سياسيا، لديهم أحزابهم السياسية، نسبة الاقتراع تصل في الانتخابات البلدية إلى أكثر من 95%، خصوصا في القرى العربية حيث يعود التنافس إلى مركباته الأولى، المركبات العائلية، المركبات الطائفية والمركبات الحارتية. أما في انتخابات الكنيسة فهذه العوامل كلها تغيب وتستبدل بعوامل أخرى، أهمها شعور العرب أنهم لا يملكون التأثير الكبير في الساحة السياسية الإسرائيلية. طيب باختصار إذا سمحت، إن شارك العرب الفلسطينيون في هذه الانتخابات، هل من شأنهم بكثافة أقصد، هل من شأنهم أن يغيروا النتيجة ويحرموا نتنياهو وحلفائه من الوصول إلى سدات الحكم مرة أخرى؟ اولا يجب ان ننوه لانه لا فرق جوهريا بين نتنياهو وبين حزب كحول لبان، هم جميع الاحزاب الصهيونيه تعمل تحت مظله الاجماع القومي الصهيوني. اما بالنسبه لسؤالك فبالتاكيد هناك امكانيه ليس عبر المشاركه الفعاله، يعني الاحزاب الفلسطينيه داخل الخط الاخضر لن تذهب وتقول انا ساصوت لغانتس في مقابل نتنياهو، انما موجود عدد معين من هذه الاحزاب وهو تشكيلها جسم مانع مستقل لا تصوت لا لنتنياهو نتنياهو ولا لغانتس، يحرم نتنياهو من أغلبية 61 صوتا بعملية رياضية بسيطة، يعني لن يذهب هؤلاء النواب العرب المنتخبون إلى رئيس الدولة الإسرائيلية ويوصوا باختيار بني غانتس رئيسا للحكومة الإسرائيلية، ولكن نسبة معينة إن تخطوا 12 مقعدا 13 مقعدا بالإمكان أن يحرموا نتنياهو من أغلبية 61 عضوا. نحن رأينا القناة 12 قبل قليل قبل نحو ساعتان تشير إلى أن كلما زادت نسبة مشاركة العرب في الانتخابات في الاقتراع غدا وإذا وصلت إلى أعلى من نسبة المشاركة الإسرائيلية فإن نتنياهو سيواجه صعوبة بذلك، وإن خسر التشاور الوطني الديمقراطي والقائمة العربية الموحدة الصحفي الصحفي أحمد دراوشة من مدينة النصرة قناة 12 طبعا. شكرا جزيلا، للأسف وصلنا إلى نهاية البرنامج، آسف على المقاطعة، ننهي برنامجنا بفيديو من منصتنا.